بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من هنا من ملعب الحسن جوهرة الملاعب في شمال المملكة الأردنية الهاشمية، وديربي جديد بين الأزرق الرمثاوي والأزرق الصريحي. هنا دائما على هذه الأراضي المواجهات متجددة في هذا الديربي بأجواء شمالية جميلة في ليلة صيف ممتعة وبهية بمنافسة وأحداث الدوري الأردني لكرة القدم. أهلا ومرحبا بكم. إذن مباراة الرمثا والصريح تأتي هذه المواجهة هنا في مباريات الأسبوع 18. جاءت صافرة البداية لتعلن عن انطلاق المباراة ضمن لقاءات الأسبوع 14. أجواء الخط المقدمة، وهذا حمزة الدردور، ولكن خروج ممتاز في ثلاثة مواسم في دوري المحترفين. هذا العزائز المهاري الذي يمتلك أهداف في رصيده، ولكن هذه الكرة للصريح عند هداف الفريق معاذ. معاذ مصلح، معاذ محمود يحاول التحضير. يا سلام على التسديدة. الرمثا يلعب من أجل النقاط الثلاث، والصريح، وهذه كرة في العمق، تمريرة، ولكن الشطناوي عند أبو حضيب. كرة في اللعب على الطرف عند دردور، استقبال، يا سلام، مرت. الحفاظ على الشباك، هذه الركنية مرت، ودبل كيك، جميلة، روعة يا أبو الجزر، لو اكتملت لكانت أجمل أهداف الدوري. لانطلاقة الشوط الثاني، صافرة الحكم قيس غوانمي تأتي لتعلن عن بداية الشوط الثاني من هذه المواجهة التي تأتي لحساب الأسبوع 14. ما زالت الكرة في اللعب، مر خالد الصياحيل وكوليبالي، ولكن أصفر، ممكن يكون بطاقة صفراء، وهذه تسديدة أشرف المساعيد. في آخر مباراتين الفريق لم يتلقى أي أهداف. هذا العواقل، أبو عقولة إلى الأمام عند حمزة الدردور، راسية، ولكن ابتعدت. إلى الأمام عند سائد، ولكن تدخل وإبعاد، عادة وصلت عند حمزة الدردور. هذا خالد أبو عقولة، كرة عرضية، وتدخل من الخزاعلة، وهنالك حالة تسلل. صافرة يسعف بالتقدم على سلم الترتيب. كوليبالي إلى الخزاعلة، هذه محاولة، حمزة الدردور يحاول، ولكن إبعاد في النهاية. ما زالت عند أبو الجزر، يوسف أبو الجزر، ضاعت.